المهم الزواج مبكر، انا الزواج مبكر كيفاش كنشوفو هو الانسان حر، قدر يتزوج فوقاش ما بغى، ولكن حيت الزواج ماشي شي حاجه اللي ساهله، حيت حاجه اللي صعيبه. الا كان حاس هو براسو في هذاك اللاج المبكر قادر انه تلاقى مع واحد الفتاه مثلا تتفق معاه بزاف تاع الحوايج، وقادر عنده المصروف لا يقدر يعيش واحد العيشه مزيانه، بوكو با حيتاش اللي تزوج بكري راه صالحه هو. مي الا كان يتزوج بكري وكان غادي يتكرفس على راسو ويتكرفس على هذيك البنت ويتكرفس على هذوك المحيط العائلي، حيت فاش الانسان فاش يقول غادي يتزوج راه واحد الجيل، فهمتي؟ دونك هذاك الجيل باش غادي يجي هذاك الوليد ولا هذيك البنيته اللي غادي تربى خاصها تربى في واحد المحيط اللي يكون مزيان ومرتاحه. فوالا دونك على حساب اللي كان قادر بوكو با، اللي ما كانش قادر سي ميو يخليها حتى الوقيته اللي غادي يكون فهمتي قادر. فوالا الزواج مبكر بغينا نعرفوا الراي ديالك فيه، واش انت معاه او ضد، او شنو ممكن تقولنا على الزواج المبكر؟ نصيحه للشباب. نصيحه للشباب، نصيحه ليا بالنسبه ليا الزواج المبكر يعني خصو تسبقوا بعدا بزاف تاع المراحل، خصك الانسان يكون متوفر اساسا اولا على خدمه ماشي غير اجي يتزوج. الزواج المبكر يعني الزواج هو واحد شنو نقول لك، الزواج هو مسؤوليه كبيره على عاتق الشباب، وكتخص الانسان يكون على الاقل الخدمه اولا، ثانيا الدار ديالو، وشنو نقول بزاف تاع المسائل اللي خصها توفر في الشاب حتى اللي كاين الانسان على الاقل يكون خدام يكون بدارو، ماشي غير اجي يتزوج تبقى المشاكل العيالات راك عارف كل وحده كتبغي دارها، كل وحده كتبغي المسائل، كتقول لك العيشه مع الوالدين لا امك ما تعيش معايا والمسائل هذه، هادشي ماشي اصلا الانسان ما كانش من الاول موفر المسائل كامله ماديا وما كانش مستعد ماديا بلا ما يجي. انا تجوز صغير، جوج ولد 19 سنه، ما عندي لا دار لا كونت لا والو، تلاقيت بنت الناس حلال يا رسول الله ماشي مشكل، تلاقينا انا وياه كرينا كوزينه، ولكن في هذاك الوقت 1993 كرينا كوزينه ب 7000، كنا ساكنين سكننا عشنا بخير وعلى خير الحمد لله، درنا الوليده. حنا بغينا نعرفوا النظره ديالك والراي ديالك على الزواج المبكر. الزواج المبكر ماشي بحال اليوم، الزواج المبكر كانت المراه كتجلس في الدار، الراجل كيخرج يخدم كيجي كل من اي حاجه كيجيب ديال من اي حاجه. هذا الزمان اليوم لا، اليوم المراه كتخدم والراجل كيخدم هكاكي والو، تقولوا شي حاجه يقول لك والو ما كاين حتى حاجه. الزواج ديال مبكر كان كل شيء في الدار عندها، الطحين في الدار كل اي حاجه في الدار. دابا لا، دابا المراه خدامه والراجل خدام، وتجي تقول لهم يقول لك با حلاح ما كاين شيء، ماشي بحال بحال. يعني شنو تنصح الشباب في هذا الوقت؟ ايوا الشباب في هذا الوقت، الشباب في هذا الوقت هذا اش نقول لك بنتي ما نعرفش ماشي بحال، ما نقدرش نقول لك الزواج دابا بحال بكري ما نعرف. يعني كاينه واحد المغامره في الزواج المبكر في هذا الزواج، هذا الوقت صعيب بزاف، الزواج اليوم صعيب بزاف، خصها الصداق ديالها وخصها الدار ديالها بوحدها وخصها الطوموبيله ديالها بوحدها وخصها الزواج اللي ماشي بحال هذا. هذا هو. وبالنسبه للعقليه كتشوف ان نفس العقليه اللي كانت شحال هذه؟ لا 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 العقليه، ولا دابا الشباب خصهم واحد السن؟ لا 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 الشباب ديال اليوم خصو ما كيفكرش كاع هو في الجيش، كيفكر في المستقبل ديالو، خصو يقرا وخصو يسافر للخارج وخصو يعمل الله اش باغي يدير، شوف الله اش باغي يدير، ماشي بحال الزواج ديال القديم. القديم كان واخا قاري شي اختناع او هذا كيفكر على راسو، دابا لا. واش يبان الزواج المبكر حاليا دابا ما كيصدقش في المغرب؟ حيت كاين بزاف ديال العوامل اللي تيخلوك ما تزوجش، فهمتي؟ ما كاينش خدمه، ما كاينش بزاف ديال المسائل، فهمتي؟ الزواج ديال 23 سنه بالنسبه للبنت غتكون عندها 18 ولا 19 ولا 20 كيكون شويه الزواج، فهمتي؟ انا بعدا ضد هذه الفكره ديال ان بنادم يتزوج بكري، فهمتي؟ ضدها، فهمتي؟ خصو يكون شر عنده الامكانيات، الا كانت عنده الامكانيات خصو يكون عاوتاني من ناحيه العائله يكون مرتاح، عاوتاني من الجانب العائلي، فهمتي؟ الا كان من الجانب العائلي مرتاح غيكون يقدر يمشي زوين، اما الا كانت ديك اللعبه ديال عنده امكانيات وما مرتاحش من العائله راه غيمشي الزواج غيفشل ليه، حيت دابا الوالدات حتى هما كيتدخلوا في هذه المسائل وكذا وهذه، والزواج باقي صغير يقول لي شداك الزواج انت باقي ما سيتيش راسك باقي، فهمتي؟ هذا هو المشكل اللي كاين. بالنسبه لي على حسب الجينيراسيون، الجينيراسيون اللي كانت قبل كان بنادم فهمتي عنده واحد الهدف في الحياه هو يكبر يدير وليدات كذا، هذه هاد الجينيراسيون وهاد الوقت اللي حنا فيه هذا بلون باغي يعيش الحياه كهضره راك عارف المعنى ملي، يعني فهمتي ولات واحد التساوم بين المراه والراجل، يعني ولاو افكار متبادله وهادي مابقاش كيتفاهم الراجل مع المراه بزاف، يعني على الاقل واحد يخليه تيشبع مزيان من الحياه
والمرأة تدوز حياتها والراجل يدوز حياته وديك الساعة يمكن لي متزوج. أما الزواج مبكر غير أكثر عليك تكون علاقة فاشلة. خاص الإنسان يكون شارب عقله أولا، لأن شي إنسان 22 سنة 21 سنة 20 سنة باقي ما وصلش عقليا، باقي ما ناضج، دونك ما كيوصل لواحد 30 سنة 32 سنة عاد كيبغي يعيش، كيلقى داك السيدة اللي معاه أما هرمت أما هو تا وهرم. فهمتي بالضغط ديال المشاكل والفقر. فهمتي أنا بالنسبة ليا الزواج مبكر غير صالح، الإنسان خصو يوصل لواحد النضج في العقلية ديالو بعدا في يتمكن في واخا تكون إمكانيات مادية. لا واخا تكون لا بيان سور النضج، لأن الإنسان 23 باقي الله هو باقي ما عندوش العقل، يقدر ربما حتى هي نفس المشكل ماشي فهمتي، ربما غيقضي ولدو ولاد ما يقدرش المسؤولية.